إذا قبيل الأسبوع العاشر من عن الذي مر على اجتماع مجلس الأمن الجلسة الشهيرة الخاصة بمناقشة السد الأثيوبي طبقا لمطلب من الدولة العربية الشقيقة تونس، ها هو مجلس الأمن وقد أصدر قراره أو بيانه بالمعنى الأدق، البيان اللي يعني رحبت به الخارجية المصرية ونددت به أو يعني تغاضبت معاه أثيوبيا في بيان صدر عقب هذا البيان الأممي. السؤال الآن، ماذا جاء في هذا البيان الأممي وما الذي يستدعي أن ترحب به مصر بينما تندد به أثيوبيا؟ إذن إلى خبيرنا الكبير خبير الشؤون الإفريقية دكتور هاني رسلان. أهلا بك دكتور هاني، منورنا. أهلا أستاذ إبراهيم، ربنا يحفظكم الحديث. أنا عايز أعرف فحوى البيان المجلس الأمن الذي يبدو من اللحظة الأولى وهو بيقول لنا أنه لا شأن له بالاختلافات الفنية وإحالة ده لمفاوضات بين الدولتين أو بين الدول المعنية، فبدأ وكأنه يعني لم ينتصر لمصر. مصر قامت مرحبة في بيان واضح من وزارة الخارجية وكرر على تصريحات من وزير الخارجية شخصيا، رحب بهذا البيان واعتبر أنه يبنى عليه، بينما أثيوبيا كالعادة راحت ناحية تشدد يعني ومحاولة لإظهار الأمر وكأنه بيان ضدها أو بيان يعاند رغبتها. كيف تحلل المشهد ده دكتور هاني؟ في الحقيقة طبعا هناك عدة ملاحظات تؤخذ في الاعتبار. الملاحظة الأولى أنه البيان بيعبر عن يعني الحد الأدنى من التوافق داخل مجلس الأمن الدولي وبخاصة الدول دائمة العضوية، ولذلك هذا البيان يعني جاء مخففا كثيرا بالنسبة للمشروع الأصلي للقرار الذي تقدمت به تونس، وذلك في محاولة للحصول أو لتمرير البيان بقدر من الإجماع، وده تجلى في أنه اللي صدر بيان وليس قرار، وهو من الناحية التنظيمية أقل من القرار. هل مخفف كثيرا لكن ألم يكن متوقعا كثيرا بعد ما استمعنا إلى الجلسة وإلى كلمات كل رؤساء الوفود؟ نعم، كان متوقع، لأنه لازم نأخذ في الاعتبار أنه في مواقف للدول دائمة العضوية أو بعضها زي روسيا والصين كانت رافضة للنظر في قضية خلاف حول المياه من المبدأ، لأنه لديها هي دول منابع ولديها مصالح ولا تريد أن تكون هناك سابقة، وبالتالي هناك جزء متعلق بالنظام الدولي وليس متعلقا بالأزمة بشكل مباشر، وده ظهر في البند الأخير من البيان الرئاسي اللي بيقول أنه هذا الأمر لا يعد سابقة، وأن المجلس لا ينظر في العادة في القضايا المتعلقة بالخلاف حول مصادر وإدارة المياه. البيان جاء مخففا للغاية ووضع خاتمة ونهاية لتدخل مجلس الأمن، وهو في الحقيقة لم يتدخل ولكن حاول إرضاء كل الأطراف، فلم يشر إلى مدة زمنية محددة وإنما استخدم تعبير مدة زمنية معقولة، في الأصل كانت هي 6 شهور، لغى 6 شهور، وكانت النقطة الوحيدة لصالح مصر والسودان هي أنه دعا لاتفاق ملزم حول الملء والتجليل، وده جوهر الخلاف اللي هو أثيوبيا بترفضه وبتتهرب منه، وهو السبب في أنها أصدرت بيان تعلن فيه الأسف على تدخل المجلس في قضية لا تعنيه وليست من اختصاصه، إنه ألزمها بالملء والتشغيل، بالتوافق بالملء والتشغيل. وملزم، اتفاق ملزم، أهم حاجة كلمة ملزم، اتفاق ملزم. لا، والتشغيل حاجة مهمة كمان. نعم. نعم، دي نقطة مهمة، لكن الدعوة للعودة مرة أخرى لمفاوضات الاتحاد الإفريقي هي بنفس الصيغة السابقة، لم يطرأ عليها جديد. البند اللي تم وضعه بالمراقبين وقدموا تسهيلات هي بتتحدث عن مواصلة دور المراقبين، هم في الحقيقة المراقبين لم يكن لهم دور أساسي، وبالتالي البيان لم يضف شيئا جديدا يمكن أن يساهم في حالة المفاوضات ودفعها إلى الأمام.
هي كانت في تدور في 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 دائرة مفرغة وسوف تظل كذلك بفعل الموقف الأسيبي المتعنت والذي ازداد تعنتا بعد التورط في حرب أهلية واسعة النطاق، لأن حكومة أبي أحمد ترى أن أزمة السد هي النقطة الوحيدة التي ممكن أن تشكل قاعدة تجميع وتعبئة لمختلف القوميات اللي أصبحت كلها تبحث عن مصالحها الذاتية وتقاتل بعضها البعض. خلاصة البيان أنه المجتمع الدولي لن يتدخل في الأزمة وتركها لأطرافها الأصليين، وأنه عملية المفاوضات برمتها هي عملية مفرغة من المضمون بسبب الموقف الأثيوبي كما ذكرنا، وأنه لم يطرأ جديد يساهم في إخراجها من هذه الدائرة المغلقة. عظيم، لكن البيان مش ملزم لأطرافه ولا ملزم؟ لا طبعا مش ملزم، هو كله بيتحدث عن أنه يحس ويدعو، يعني يشجع الأطراف. لا يعني يكون بيان أصلا مش قرار، ده معناه أنه يعني مش ملزم حد بشيء بعينه يعني يحاسبه عليه. وممكن حتى لو كان قرار ممكن يكون مش ملزم، إذا كان تحت الباب السادس من الميثاق لن يكون ملزما، الملزم هو تحت البند السابع وهذا أدنى من الاثنين، يعني هو صحيح. لكن دكتور هاني، هل الفكرة الخاصة في البيان بأنه يبقى في اتفاق ملزم بين الأطراف على الملء والتشغيل هو اللي دعا مصر والسودان للترحيب بالقرار، ولا رغبة في أنه مصر والسودان يقولوا طول الوقت أن احنا يعني منفتحان على الأطراف الدولية وعلى المجتمع الدولي وإحنا مش متشددين وإحنا كنا عايزين حل تفاوضي ونحن عايزين حل سلمي؟ هو طبعا الحل التفاوضي أي عاقل في المنطقة سواء في البلدان الثلاثة حيجنح للحل التفاوضي السلمي، لأن الصراع حيكون على حساب الشعوب الثلاثة وليس على حساب أحدها فقط. لكن الترحيب المصري ونمرة 2 السوداني مبني على أنه النقطة دي مكسب حقيقي، لأن النقطة دي بتصطدم مع الموقف الأثيوبي بشكل واضح ومباشر، وفي نفس الوقت دي البيان هو بيعبر عن التوافق الدولي، بمعنى أنه في إجماع على هذه المسألة، أنه لازم يكون في اتفاق ملزم وعادل بين الأطراف. وحتى لو أثيوبيا كما هو متوقع لن تصل إلى اتفاق وسترفض التوقيع على أي اتفاق، لكن ورود هذه النقطة هو مكسب سياسي ودبلوماسي لصالح البلدين على حساب الطرف الأثيوبي اللي هو أدرك هذه المسألة، وبالتالي سارع فورا بإصدار البيان اللي بيان عصبي أي جدا. قد تبنى على بيان مجلس الأمن. شكرك جدا دكتور هاني رسلان، وواضح أنك أنت لازلت لا ترى التفاوض يعني قد يفضي وينتهي إلى حل قريب سلمي بناء على التفاوض نتيجة الأداء الأثيوبي. نعم هذا صحيح، ما لم يحدث تغير في هذا الأداء لأسباب تخص أثيوبيا، لكن يعني هي مش هتخص الأزمة بشكل مباشر. شكرا جدا دكتور هاني رسلان خبرنا الكبير.